اتعودنا عليها الحقيقه وبقت جزء من الروتين. كل موسم مشاركه الاهلي في مونديال الانديه الخبر اللي اسعد كل الاهلاويه. ازاي شايفين الخبر ده؟ ازاي شايفين مشاركه الاهلي في النسخه اللي جايه؟ وازاي شايفين التحضير ليها؟ وخلينا نبتدي الاول بالمشاركه، فكره او الاعلان عن خبر مشاركه الاهلي، ازاي شفتوه وازاي ممكن الاهلي في الفتره القليله دي يبتدي يحضر للمشاركه في مونديال الانديه؟ فرصه مهمه جدا جدا على النادي الاهلي ان يستغلها، تواجده في المونديال للمره الثامنه، المره الثالثه على التوالي، وده دايما مش عارف الناس يعني هي بتتقال المره الثامنه، بس الناس يمكن ما بتعملش سبوت على ان دي المره الثالثه على التوالي، ودي من النوادر انها تحصل المره الاولى، ان فريق بس. طبعا احنا بنتكلم على استراليا واوكلاند عندهم الامور اسهل بكتير وهم المتواجدين دايما. أيوة. لكن القصه في افريقيا مش بهذه السهوله. فان فريق يتواجد للمره الثالثه على التوالي في المونديال انجاز عظيم جدا يحسب ليه النادي الاهلي، وهيفضل ان تواجد النادي الاهلي في هذه البطوله والتعود على تواجد النادي الاهلي لا يقلل ابدا من حجم هذا الانجاز بالتواجد للمره الثامنه في المونديال. ده رقم واحد. رقم اثنين، الاستفاده من تواجد النادي الاهلي، البراندنج بتاع اسم النادي الاهلي او التسويق لاسم النادي الاهلي، التواجد دايما على المنصات العالميه والمتواجد دايما في المونديال بيستفيد منه النادي الاهلي في الاطار التسويقي، في الاطار الترويجي لاسم النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي المتزايده دايما بالقاب النادي الاهلي ومشاركته في اكبر ايفنت بيتشارك فيه الانديه اللي هو كاس العالم للانديه. ثلاثه، وده المهم جدا جدا جدا، الاستعداد. انت هتستعد ازاي للمونديال؟ طيب خليني اقسم الاستعداد ده لجزئين، لكن السؤال اللي ممكن بيسالون الناس النهارده او بتراهن عليه النهارده في خلال فتره زمنيه نوعا ما قصيره شويه، هل من الممكن تحقيق نتيجه افضل مما تم انجازه في نسخ السبعه الاخيره؟ عمرو، يعني طبعا احنا حلم الوصول لمنصه التتويج ده في حد ذاته بالنسبه لنا طبعاً. في بطوله زي كاس العالم مع كبار العالم بيبقى دايما انجاز كبير حتى وان كانت برونزيه طبعاً. لكن فكره انك تنجح ثلاث مرات، وخصوصا ان دي زي محمد بيقول ثالث مره على التوالي، ومرتين قبل كده خدت اثنين برونزيه في ظروف صعبه جدا واستثنائيه جدا، اخرهم النسخه الاخيره رحت سافرت البطوله ولعبت من غير نص فرقتك ومع ذلك قدرت تنجح في انك ترجع برونزيه، اصبح بالنسبه للجمهور مش عايز اقول مش انجاز، لكن بقى في طمع لانجاز اكبر. هل بتشوف ان النسخه دي الاهلي قادر فيها على تحقيق انجاز اكبر وافضل من النسخ السابقه؟ انا شايف ان اقامه البطوله في المغرب في دوله عربيه افريقيه ده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ان احنا نستغل الحدث يقام في دوله افريقيه عربيه ده شيء مهم. احنا انا شايف بمنتهى الصراحه الاهلي على المستوى الفني محتاج بعض التدعيمات قبل خوض كاس العالم للانديه. احنا عندنا يعني قائمه كويسه، ولكن لازم يحصل، لازم الاهلي يجيب مهاجم قوي يكون قادر على قياده هجوم النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا طيب انت خدتني لحته الاستعداد، والاستعداد هنا مرتبط بجزئتين، جزء ليه علاقه بالسكواد، وانا بيتهيالي وكنت بقول ده في مقدمه الحلقه انه على مستوى الميركاتو الشتوي وبعد الاعلان عن خبر المشاركه اعتقد ان النظره هتختلف طبعاً. بشكل كبير. انا قلت ده من قبل بدايه الموسم، قلت انه السنه الجايه مع كان عندي يعني شبه يقين انه الاهلي هيلعب في كاس العالم. ما تسالنيش ازاي، دايما بتابع الموضوع ده والملف ده وعلى صفحات ومواقع الانديه اللي هتشارك في البطوله، على صفحات ومواقع الاتحاد الدولي، وكنت حاسس انه الاهلي قريب somehow يعني، مع وجود طبعا البطوله المفضله دوري الابطال، مع وجود السوبر ليج، فكنت شايف 2023 دي مهمه جدا للنادي الاهلي وصعبه جدا للنادي الاهلي، بس كنت عايز تحقق انجاز عليك انك تربط ده بميركاتو قوي جدا، مش كما ولكن كيف. تالي النظره اختلفت، وجود فكره انك النهارده وانت بتتفاوض مع لاعب بتقول له انت اول حاجه هتبتدي معايا فيها صحيح. بطوله كاس عالم، اعتقد برضو هتبقى عامل مؤثر جدا مهما كان اسمه ومهما الأهلي. كان النادي اللي بيلعب فيه. شايف من الممكن البناء على ده ازاي يا محمد؟ وازاي ممكن تستغل النقطه دي؟ وايه الحاجات اللي انت شايف انه مع مشوار كولر لغايه النهارده محتاجه دعم بشكل كبير؟ قولا واحدا، كولر ماشي بشكل جيد مع النادي الاهلي عشان امور نحطها في نصاب بعض. طبعا اكيد لما بتفقد نقاط او بيحصل تعثر الجمهور ما بيبقاش راضي، وده حق الجمهور تمام. ولكن بص على مسيره الراجل من وقت ما جه، بيفوز ذهابا ايابا، فاز في دوري الابطال، فاز في مواجهه السوبر امام المنافس التقليدي، فاز في مباراه الكاس اللي لعبها، فاز في كل مباريات الدوري باستثناء المباراه الاخيره، حصل تعثر، فده دايما استفيد من التعثر، انظر ليه بايجابيه جداً انه شيء ايجابي. ده انا مبسوط ان النقطتين دول راحوا دلوقتي في التوقيت ده رقم واحد. رقم اثنين،
هل يحتاج مارسيل كولر لتدعيم؟ نعم يحتاج مارسيل كولر لتدعيم نوعي. وحط تحت نوعي دي 50 خط. انا مش محتاج 10 لاعبين ولا 8 لاعبين، انا محتاج 3 ل 4 لاعبين في بعض المراكز تدعيم نوعي. يعني ايه تدعيم نوعي؟ يعني هل انا ما عنديش لعيبه في البوزيشن اللي في البوزيشنز اللي انا بطلب فيها تدعيم؟ زي الجناح الشمال، زي مركز 8، زي المهاجم، زي الباك ليفت مثلا على سبيل المثال وليس الحصر عندي. لكن انا محتاج لما اعمل تعاقد بتعاقد مع كواليتي اعلى نوعا ما من اللي عندي تقدر تفيدني، بتعاقد مع لعيب عشان يجي يلعب اساسي عشان يرفع لي الكواليتي العام بتاع الفريق. فانا هنا بتكلم على تدعيم نوعي مشروط بانه لعيب يقدر يقدم الاضافه فورا.